سيدة السادة الوزراء، أود أن أتقاسم معكم بمشاعر الفخر والاعتزاز قيام الحكومة بصرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة يوم 28 دجنبر الماضي قبل نهاية سنة 2023، كما سبق ودعا إلى ذلك جلالة الملك نصره الله، ومرور العملية في أحسن الظروف بحيث استفاد منها 1,400,000 أسرة بغلاف مالي فاق 524 مليون ديال الدرهم. وهي العملية التي حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، بحيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر إلى حدود اليوم بما يقارب بجوج المليون وتسعمائة ألف طلب استفادة، تتوزع على النحو التالي: أزيد من 64% من الطلبات كتهم المنح الشهرية على الأطفال المدرسين وغير المدرسين، فيها أزيد 34% تتعلق بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية، يعني 500 درهم و 273 طلب للحصول على منحة الولادة. وهنا لا يفوتني أن أذكر بأن الأسر التي كانت قد وضعت طلبتها بعد 10 دجنبر المنصرم ستتوصل بدفعتي شهر ديسمبر ويناير وفي نهاية هذا الشهر. كما أطمئن عموم المواطنين والمواطنات بشأن الاستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي، بحيث ما يزال أمامهم الفرص تقديم طلبات من أجل الحصول على مبلغ الدعم في حالة توفرهم على شروط الاستفادة.